سلام وزلاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير على خير، وكاع اللي كتشوف هاد لا فيديو تكون في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. صراحه توحشتكم بزاف وتوحشت نعطيكم الجديد ونشارك معكم النهار ديالي. داكشي اللي جيتكم اليوم بفيديو جديد، غادي نشارك معكم شي المليويات غادي نعمرهم ان شاء الله يعجبوكم، وكذلك بغيت نشارك معكم اي حاجه غادي نديرها في هذا النهار. دونك خليكم معايا حتى لافان ديال لا فيديو وما تفلتوا حتى لقطه. غادي نفكركم اللي باقي ما اشتركش في القناه سيروا دابا اشتركوا في القناه واضغطوا على زر ديال الجرس باش اي جديد حطيتو يوصلكم. كذلك ما تنساوش تخليو ليا لايك ودي كومونتير بالاراء الزوينين ديالكم، واللي باقي ما متابعنيش في الصفحه ديال الانستغرام غادي نخليها لكم هنايا والرابط في القناه ديال الوصف. دابا بلا ما نطول عليكم ندوزو باش نشوفو شنو غادي ندير في نهاري. اول حاجه بغيت نوجد معكم واحد القنينطات معمرين بالشعريه الصينيه وبالكفته ديال الدجاج، فخليكم مع المقادير. اول حاجه غادي نحتاج البصيله متوسطه الحجم، غادي نشلضها ونديرها في المقلاه ونخليها تشحر مزيان. من بعد كنضيف عليها الكفته ديال الدجاج، ممكن تعوضوها بقطع ديال الدجاج صغيره الحجم او بالكفته العاديه ولا الطو. من بعد كندير توابل، كنحتاج الابزار والملحه فقط. من بعد كنضيف واحد نصف ملعقه ديال الموطارد وكنضيف واحد شويه ديال لاصوص طوماط، كنحرك مزيان وكنضيف دابا شويه ديال صوص سوجا. ضروري في هذه الوصفه اللي ما متوفرش عنده ممكن انه يستغني عليها، كنحرك داك المقادير مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ومن بعد كنضيف القشده الطريه واحد نصف كاس ولا كاس هكاك على حسب الكميه اللي نتوما دايرين. كنبقى كنحرك حتى كيمتزجوا مع بعضياتهم، كنخلي داك لاصوص تشرب واحد شويه. من بعد كما كتولي بحال هذا الشكل اللي كتشوفوه في الصوره قدامكم، كنزيد عليها واحد القطع ديال الزيتون مقطع. ومن بعد كنمشي كندير الشعريه الصينيه الكميه اللي بغيتو، كنكب عليها المطايب، ومن بعد حتى كترطب كنصفيها كنقطعها وكنضيفها على الخليط ديالي كما غادي تلاحظوا. دابا كنبدا كنحرك حتى كيمتزج جميع المكونات مع بعضياتهم، كنحك واحد شويه ديال الفخوماج بطبيعه الحال على حسب الرغبه، وكنضيفو على المكونات كاملين. من بعد كنحرك غير واحد شويه وكنبدا نشكل في القنينطات ديالي الشكل اللي بغيتو. انا اختاريت نديرهم صبيعات، ممكن ديرهم بريوات عاديين. هو الشكل النهائي ديال القنينطات فاش كيوجدوا، صراحه كيشهيو، واللي ما غاديش تاكلوهم ديك الساعه من الاحسن انكم تخبيوهم هكاك في الكونجيلاتور بلا ما تطيبوهم، حتى تبغوا طيبوهم عاد كي تخرجوهم من الكونجيلاتور. من بعد درت بطيبيطات معمرين، صراحه العجينه رائعه، ولكن ما شاركتش معكم حيتاش كنت مزروبه فما صورتش العجين، ولكن ان شاء الله اللي بغات الوصفه غادي تكتبها ليا في كومونتير باش نديرها لكم ان شاء الله في فيديو مقبل. بغيت نوريكم غير تبارك الله كيفاش كيتنفخوا وكيجيو خاويين من الداخل. تبعوا معايا الطريقه، شوفوا كيفاش كينتفخوا، غير هو خاصكم تعطيوهم الوقت الكافي وما تخليوش حتى يتحمر من التحت عاد تقلبوه. جوست انكم تشوفوا واحد النفيفخات منين تحطوهم فوق المقله، تشوفوهم بداو كيتنفخوا واحد شويه من الجنب، من الجنب او من الوسط، صافي كتقلبوهم توت سويت، يعني ما كتخليهمش حتى كيتحمروا من التحت مزيان. والشكل راكم كتشوفوا دابا كيبانوا، غير خاصكم تعطيهم الوقت في الخميره يعني يتخمروا مزيان مزيان، وكذلك حتى في الطياب طيبوهم على المهل يعني ما تزربوش عليهم. درت جوج ديال الاشكال، درت هكا خبيزات كبار وكما كتلاحظوا درت هاد الخبيزات الصغار. شوفوا كيفاش كيتنفخوا كيجيو خاوين من الداخل. انا غادي منين نساليهم ان شاء الله غادي نحاول نوريكم الشكل كيفاش كيجيو من الداخل. كما كتلاحظوا راهم منفوخين ولكن خاويين من الداخل، والسر هو انكم تعطيهم حقهم في الطياب. وكذلك هانتوما شوفوا لاحظوا معايا كي كتنفخ كامله كتجي خاويه من الداخل وغزاله، صافي كتقلبوها ثاني الجهه الاخرى باش كتحمر ليكم. وبطبيعه الحال الا ما صدق لكمش البطبوط من اول مره، شوفوا شنو الاغلاط اللي درتو وما تعاودوهمش المره الجايه. كما كتلاحظوا راه كينتفخوا مزيان 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 وكيجيو معتبرين. صافي غادي نكمل انا الطياب ديالهم. البنات بغيت نوريكم الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا، شوفوا كيجا، انا ديجا حليتهم خاويين من الداخل
وكيتنفخوا مزيان، ما كيجيوش معجنين كما كتلاحظوا هانتي كاملين. هذا باقي ما حليتوش، هانتوما كيجي خاوي وما كيعذبش في الحلان. غادي نوريكم حتى هاد الكبارين هادو، شوفوا كي دايرين. انا حاولت نديرهم صغار وكبار، هانتوما ما كيجيوش معجنين، كيجيو خاويين من الداخل. هادو عاوتاني كذلك، شوفي هادي باقا سخونه، يلا حيدتها هانتوما ما تحلاش بزاف. شوف صراحه كيجيو بنان وكيشهيو، كذلك حتى هادي هانتوما. انا نقول لكم السر ديال هاد البطبوط في العجينه، وكذلك في حاجه اخرى، الا بغيتوه يطلع لكم مزيان كيف ما نتوما بغيتو، فخاصكم تمهلوا عليه مزيان في الطياب. شنو يعني تمهلوا عليه؟ هو انكم تعطيوه الوقت. جربت جوج طريقات باش نوريكم الفرق كيفاش داير ما بين هادو وما بين واحد جوج، تشوفوا كيفاش تصدقوا ليا. دونك هانتوما اون فوا كديروه في المقله كيبدا يتنفخ واحد شويه مجن، بغير كيبدا يتنفخ خاصكم تقلبوه، ما تخليوهش حتى يتنفخ بزاف. الا تنفخ بزاف فما كيت ما انا نوريكم كيف. بحال دابا مثلا هادي، هادي انا ما خليتهاش تتنفخ، انا خليتها تتنفخات بزاف، يعني ماشي غير بداو كيبانوا، يعني هادي حتى تنفخات بزاف. عاد باش قلبتها، منين قلبتها فما تنفخاتليش بحال اللي بغيت، يعني فاش بغيت نحلها هي خاويه من الداخل وكلشي، ولكن جايه بحال معجنه حيتاش ما طايباش من هاد الجنب. وكذلك هادي، حتى هادي واخا هي خاويه ولكن كتحسي بها ماشي بحال هادو، كاين فرق، فرق كبير ما بين هادو وما بين هادي، شتي؟ فغير عفاك وعطوهم الراحه ديالهم في الطيف، عطيهم الراحه ديالهم منين تقطعوهم، خليهم يخمروا واحد شويه، وكذلك ردوا ليهم البال مزيان ملي تكونوا كطيبوهم. وصراحه العجينه راه ساهله وما كاين ما احسن منها. بغيت نشارك معكم كذلك واحد الحريشات كنوجدهم، بغيت نعطيكم الطريقه وشنو كنحتاج في المقادير، خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه. اول حاجه بديت بها هي السميده، غادي نغربلها هنايا، غادي ندير الخميره، وغنضيف دابا السكر، السكر غير واحد شويه باش كينسم وكيدير حتى واحد اللون عند السميده. الحريشات ديالنا دابا غادي ندير الملح، ودابا غادي نخلط هاد المكونات الجافة، الله يا ربي. دابا نخلط هاد المكونات كيما قلتلكم الجافة، غادي نضيف فيها الزيت وغادي نمسبسها. تما جوج ديال المعالق كبار، دابا غنبدا نضيف الحليب باش نجمعها. وكيما قلت لكم عينكم ميزانكم، يعني ما تكونش ثقيله وكذلك ما تكونش خفيفه. انا غنزيد هنا واحد شويه صافي، غير بصبعي نديكم نديكم، وحتى الا جاتكم جاريه راه ضروري كتخليوها ترتاح واحد 5 دقائق بحال هكاك 10 دقائق، عاد كتبداو تقادوها. دونك هي هادي، المهم كتشوفوها نخليها بحال هكا ترتاح واحد شويه وغادي نرجع معكم. البنات انا جبت واحد الطبسيل بحال هكا، واللي غادي نستعمل هي هادي غطايه عاديه. صراحه انا درت هادي باش نبين للناس بان راه بلا ما يحتاجوا انهم يديروا بيديهم وما يجيهمش مقاد، يجيهم جهه معوجه وجهه ما معوجاش، حيت صراحه كنشوف بزاف ديال الناس في فيديوهات ديالهم كيقادوهم غير هكاك بيديهم، مع العلم ان كاينه هادي تتخرجهم مقادين. فكندردر عليها هنا شويه، كنحطها كف الجنب، كنهز واحد شويه هكا
وكنلويها بحال هكا، كنلويها ومن بعد كنحطها في السميده ديالي، كنحطها في السميده وكندورها هكا باش كامله تشد السميده، وكنحطها في هادي. هادي كنخدم بهاد البلاصه هكا ماشي بصبعاني، كنخدم بديك البلاصه الاخرى حتى كنجيبها هكا مقاده مهم هكا، وتجي تدردرو عليها شويه ديال السميده من الفوق، تدردرو هنا كنجي المقيله وكندير عليها واحد شويه ديال الزيت بحال هكا، غير واحد شويه، وكنجيب هذيك وكنقلبها وكنهبطها بحال هكا، وكنقادها كنقادها، بغيت نخليها غليظه نخليها غليظه، بغيت نخليها رقيقه او متوسطه على حسب الحجم اللي بغيت انا، كنقاد صافي وكنخليها بحال هكا، وغادي نكمل كلشي. من بعد ما طابوا الحريشات كيجيو على هذا الشكل صراحه بنان، وكنصحكم انكم تبقاو تخلطوهم بالحليب ماشي بالماء. البنات انا غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين ونكون فدتكم واحد شويه. ما تنساوش تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير، كذلك بالاراء ديالكم الزوينين اللي كنقراهم وكنزيد نفرح وكيعطوني طاقه باش نوض نصور لكم الجديد. بلا ما نطول عليكم غادي نسالي الفيديو هنايا، غادي نقول لكم تهلاو فراسكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.